أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الفردوس متقلبكم ومثواكم، وطبتم وطاب مهجاكم. وأسأل الله العظيم رب الكريم الذي جمعني بكم في هذه البقعة التي ستتحدث يوم القيامة عن هذا المجلس، يوم تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أسأل الله الذي جمعني بكم في هذه البقعة، في هذه المناسبة، أن يجمعني بكم غدا في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أشكر الله عز وجل أولا الذي يسر هذا الاجتماع، وأشكر كل إخواني الذين بذلوا جهدا عظيما من أجل أن يتيسر هذا اللقاء، أشكرهم شكرا جزيلا، وأثني عليهم ثناء
جميلة، وأسأل الله تعالى أن يجعلهم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وأن يأجرهم وأن يزيدهم من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بين يدي كلمتي التي لا أعنون لها الآن، ستعرفون عنوانها بعد حين، بين يدي هذه الكلمة أهنئ الناجحين الذين نجحوا في اجتياز امتحان البكالوريا، أسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في هذا النجاح، وأن يجعل نجاحهم هذا نجاحاً أو سبباً لنجاحهم غداً يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فنحن نسأل الله أن يكون نجاحهم هذا سبباً لنجاحهم غداً يوم القيامة. ومنه نستفيد أن الإنسان لا يطلب هذا العلم لذاته من أجل أن يجمع المعلومات، وإنما يطلبه من أجل أن يرضي الله سبحانه وتعالى. وإرضاء الله تعالى لا يكون بالصلاة فقط والزكاة فقط والصيام فقط والحج فقط وتلاوة القرآن الكريم فقط، يكون أيضا بأعمال أخرى، منها طلب العلم، حتى العلم الدنيوي، الطبيب، المهندس في الإعلام الآلي، المهندس المعماري، الميكانيكي، البناء، أصحاب الحرف، أصحاب المهن، أصحاب التخصصات العلمية على اختلاف أنواعها وتباين مجالاتها، كلهم يستطيعون أن يتخذوا من العلم الذي يتعلمونه سبباً لنيل مرضات الله عز وجل، وذلكم إذا صلحت نياتهم وأخلصوها لوجه الله واستعملوا ذلك العلم فيما يرضي الله سبحانه وفيما يحبه سبحانه وتعالى. فإذا إياكم أن تظنوا أن العبادة فقط صلاة وزكاة وصيام وحج، فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أحبابي في الله، في هذه الحياة الدنيا الله عز وجل يبتلينا ويمتحننا ويصيبنا بمصائب متعددة ومتلونة، والناس عندما يبتلون وتضيق بهم السبل وتسد في وجوههم الأبواب، منهم من يستعين بالمعرفة، يعني نهضر شوية بالعامية، لازم يروح للمعارف يشوف فلانا وفلانا وفلانا، وكاين لي يروح يا إخواني ويستعمل حتى طرق غير الشرعية، يدفع الرشوة وكذا إلى آخره، وكاين يا إخوان اللي يتخذ وسائل أخرى من أجل أن يفرج عن نفسه هذه الكربة ويزيل عن نفسه هذه المصيبة. ولكن كاين واحد الباب يا إخواني نحن عنه غافلون، هذا الباب ما هوش موجود في الأرض، ما كاشوا في الله، حتى تروح تحوس عليه ما كاش. هذا الباب حتى العباد ما عندهمش، لا يملكونه. ملك يعني مثلا ملك الملوك في يعني فوق الأرض ما عندوش، رئيس الرؤساء ما عندوش، وزير الوزراء ما عندوش، أغنى الأغنياء ما عندوش، أقوى الأقوياء ما عندوش. هذا الباب يا إخواني يحتاج فقط أنك تقوم به وتخلص النية فيه لله تبارك وتعالى، وستنفتح لك الأبواب المغلقة، وستتيسر لك الأمور الصعبة، وسيزول همك ويرتفع حزنك، وتنجو من مصيبتك، تنجو من مصيبتك، ولا يلحقك سوء. ومن يريد من أهل الشر أن يلحق بك سوءا لا ولن يستطيع. هذا الباب وهذا الوسيلة يا إخواني عنوانها، أو إذا أردتم يا إخوان معناها، مأخوذ من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لكم الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء
صنائع المعروف تقي مصارع السوء. بكري والدينا ربي يجزيهم عنا خيرا وجدادنا كانوا ينطقوا بالحكمة، بصح لو كان تقول اني جبتها ما يحفظ لا آية ولا حديث، بصح الكلام هو حكمة. واش كان يقولوا؟ مما حفظته من الأجداد يقولوا دير الخير ورميه وراك تلقاه، تلقاه قدامك. دير الخير وانساه، ودير الشر وتفكره. صح، هذه أمثال ماشي أمثال حفظناها. المثل اللي قلت لكم الأولاني، دير الخير ورميه وراك تلقاه وين؟ تلقاه قدامك. واش معناه؟ معناها الخير يحرزك بإذن الله. إذا صنعت معروفا في حياتك هذاك المعروف راح تلقاه في يوم من الأيام. تكون محتاجا إلى أن يفرج الله عنك، تكون محتاجا إلى أن ييسر الله عنك عسيرا، تكون محتاج باش ربي يدفع عنك شرا من طرف شخص حاب ينالك بشر، حاب يأذيك، فيجي هذاك الخير اللي درته، هذاك المعروف اللي صنعته ورب العالمين يبعد عليك به. صح، كيفه يا اخوان؟ اول حاجه ان الانسان كي يصنع المعروف، اي معروف يديره بينه وبين مولاه، يحاول ان اي انسان ما يسمع به. علاش يا اخوان؟ يقول بعض السلف واحد الكلمه شويه ثقيله، قال كل عمل، اسمعوا مليح، كل عمل ظهر للناس لا تعده في صحيفتك. يعني كل عمل درته يا عبد الله وشافوه الناس ما تكلش عليه. على بالكم علاه؟ ربما يكون فيه شويه رياء، بلك يكون فيه شويه عجب، ربما يكون فيه كذا. فالانسان يا اخواني وقت شيء يقول بلي ان شاء الله هذا العمل تاعي نلقاه في الصحيفه تاعي، نهار يديره بينه وبين ربي وما يسمع به حتى واحد، وما يعلم به حتى واحد. قال بعض السلف، سمعوا كلام السلف نور على نور، واش قالوا؟ قالوا ان استطعت ان يكون لك عمل، كاين اللي قالوا خبيئه، حاجه خبيئه بينك وبين الله لا يعلمها احد من الناس فافعل. اذا قدرت يا انسان في الدنيا هذه تخبي اشياء من الاعمال الصالحات ما يسمع بها حتى واحد، حتى زوجتك، اولادك، باباك، يماك، اقرب الناس اليك ما تحكي لهمش، خليها بينك وبين الله. علاه؟ باش تكون ان شاء الله في صحيفتك تلقاها غدوه مسجله، لان الاشياء اللي نخدموها في الدنيا هذه من الاعمال الصالحات ويسمعوا بها الناس ويعرفوها ربما يا اخوان تبطل. باش تبطل؟ بالرياء كما قلت لكم، بالعجب، وبالك حتى بالوصل وبالمن. الانسان يمن على واحد يقول ماشي جيتني خطره ومحتاج ولقيتني غير انايا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. فاذا الانسان يا اخواني اذا حب ربي يفرج عنه لازم تكون عنده خبايا، يكون مخبي حوايج. تعرف واحد المثل يقولوا على الذهب اللي يتخبى بكري، الحدايد للشدايد. اذا الحسنات قلت الاعمال الصالحات الخفيات ندخرها لوقت الشدائد، لوقت المكاره، لوقت المصاعب، لوقت الابتلاءات، في الوقت اللي الناس يروحوا يجريوا المعارف نتاعهم والناس يستعينون بفلان وفلان من أصحاب الوظائف العالية والمناصب الشامخة، في الوقت اللي ربما الناس يضطروا باش يدفعوا الأموال والرجاوي، أنت واش روح تدير؟ تتوسل إلى الله بالعمل الصالح بتاعك وتقول له يا ربي أنا في يوم من الأيام قمت بكذا وكذا، يا ربي إذا كان هذا العمل أقبلته مني وكان خالصا لوجهك يا ربي فرج عني به، يا ربي يسر لي به، يا ربي يفتح لي هذا الباب به، يا ربي بعد علي شر فلان به، يا ربي بعد عني أذية فلان به. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. شوفوا يا إخواني أحكيكم قصة، القصة هذه في الحقيقة
يعني مشهورة وتكونوا سمعتوها. أنا مش راح نرويها لكم بألفاظها، وإنما راح نحكيها، نجيبها قصة حكاية باش إن شاء الله تجي سهلة على خاوتي. هذه القصة هذه مروية في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كان ثلاثة ممن كان قبلكم يتمشون، في رواية مسلم قال يتمشون، واحنا نستعملها يتمشون. فانزل المطر، طاحت الشتاء يا اخوان قوية شديدة. هيا واش داروا؟ قال لك تخباوا، حوسوا على مكان يتخباوا فيه، لقوا كهف، دخلوا في الكهف، قالوا نتخباوا، وما علموا أن ذلك الكهف سيصير قبرا لهم لولا أن الله سينجيهم. ما كانوش عارفين باللي راهم كما قال القائل كالمستجير من الرضاع بالنار، هارب من الحر تاع الصحراء وراه داخل في الفرن. الفرن يا خويا انا ريح في الصحراء خير، واش داني نروح الى الفرن؟ كالمستجير من الرضاع، رضاع يعني الوسم حر تاع الرمال ولا حر تاع الشمس، وراه هارب راح يربي روحه في النار يا خويا. هذو هربوا من المطار، لو كان عرفوا باللي راح يولي هذا الكهف سجنا لهم وقبرا لهم، واش كانوا يقولوا؟ والله انا شوف نصبروا كانت عينا ماشي لو خربت المطر، طين الثلج والبرد تبرولي وبالصح ما ندخلوش هذا الكهف. ولكن ربي سبحانه عز وجل يا اخوان له الحكمه البالغه والنعمه السابغه فيما يقدر للانسان، فهما اذا التاجئوا للكهف والكهف سيصير بعد دقائق سجنا وقبرا لهم. ربي قدر الصخرة يا إخوان كانت على فراس الجبل وهبطت، وإن من حجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، سواء من راس الجبل ولا من السماء، الله أعلم كيفاه. المهم هذا خبر عن الحجارة. هذا الحجرة يا إخواني هبطت والظاهر أنها توزن الأطنان، علاش رأيكم؟ يعني كي نزلت وثبتت، وين ثبتت؟ بأمر من الله غلقت فم الكهف. إذا قد منها يا أخوان، أنا نتصور الكهف دخلوه، يعني ربما نقولوا دخلوه وطابسوا شوية ودخلوه، شحال يكون مثلا؟ فيه متر ونص، بالك على متر ونص ولا لا؟ معناتها الحجرة اللي راح تغلق الغار ماهيش حجرة صغيرة يا أخواني، حجرة كبيرة توزن أطنان. وهو الذي حصل، كي غلقت فم الغار أظلم الغار الكهف. يا إخواني ما تنستناوش يروحوا ينوضوا يجيبوا تليفونات ويتليفونيو، حتى هو يتليفوني ما كانش الريزو، ما كانش تغطية. واش تقول تغطية؟ خلاص التغطية راحت يا جماعة، بقات غير تغطية واحدة، تغطية تاع ربي سبحانه اللي هي الدعاء والتضرع إلى رب الأرض والسماء والتوسل إليه بصالح الأعمال. راهم في شدة ولا لا؟ في شدة. والمشكلة ثاني انهم كي خرجوا يتمشاو، انا نتصور باللي ما قالوا حتى واحد راح يدخلوا الكهف، ما قالوا حتى واحد، معناتها يمكن الناس يجوزوا وما ينتبهوا لهمش وما يفيقوا لهمش يا اخوان. معناتها نسبه النجاه راهي قليله، نسبه النجاه راهي يا اخواني وشنو؟ راهي ضعيفه. نعم الشيخ بلال كاينه قصه معاصره تشبه لها، فكرني فيها بعد ربما انساها، بس ربما بعضكم يقول لي الشيطان اعوذ بالله منهم، يقول له هذه حكاها النبي عليه الصلاه والسلام بكري، صافك خلاص ما كانش هذا النوع. قصه معاصره احكيها لكم بعد. اخواني واش قالوا بعضهم؟ يقول العلماء والظاهر انهم كانوا صالحين. وكيفاش ما يكونوا صالحين يا اخوان؟ راح تعرفوا واش كانوا يديروا هذا العباد هذا. حنايا يا اخواني للاسف قال فلان الله يبارك لحية وقميص نصف ساق ما شاء الله، هذه مظاهر، وهذه مظاهر طيبة مباركة، بصح كاين ناس واحد اخرين بالك لا لحية ولا قميص ولا نصف ساق، بصح واش راهم داير بينه وبين مولاه سبحانه من الخير ما لا يعلمه الا رب العالمين سبحانه. وبالك هذا الانسان احنا رانا نحقروه، وبالك رانا نشوفوه انسان عادي، وبالك حتى بعض الناس يسيئون فيه الظن، ولكن بين وبين ربي سبحانه عنده شأن، كما قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب
وفي رواية قال لا يؤبه له، يعني الناس ما يقيموش، لو أقسم على الله لأبره، يعني كان يقول يا ربي أقسم عليك أن المطر ينزل الآن ينزل، ربي سبحانه ما يحنثوش، يا الله ما يحنثوش الله عز وجل، لأن له منزلة عند الله. المنزلة هذه شكون 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 يعلمها؟ ربي. سر بينه وبين الله سبحانه. هذا الثلاثة واش قال بعضهم لبعض؟ شوفوا إخوان باش تعرفوا الصحبة مهمة جدا، لأن في المصائب يبان الصحاب، نهار تكون المصائب يبان الصحاب. فقال بعضهم لبعض والله إنهم لا ينجيكم مما أنتم فيه الآن إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. يعني اقعد مع روحك وفكر كاش حاجة ذاتها في حياتك ما يعلم بها غير ربي سبحانه. الحدايد للشدايد رانا في الشدايد، خرجوا حدايدكم، خرجوا أعمالكم، هيا كل واحد فيكم. وهذا صح كانوا صالحين يا إخواني. فكل واحد يا إخواني قعد مع روحه وقاعد يتفكر واش دار في حياته حاجة، رو طامع طامع باللي إن شاء الله ربي يستجب له ويفرج عنه. فنظر الأول يا إخوان وقال اسمه واش قال؟ اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران ولي امرأة وصبية، حتى ماشي قال لك أولاد كبار، صبية ذراري صغار. قال وكنت أرعى لهم، يعني كان يرعى قاطع من الغنم لمصلحتهم. قال وكنت دائما اسمه العمل الصالح تاعه شنو؟ كي نجي في الرواح نتاعي العشية ونحلب الشياه نتاعي ما نبداش بزوجتي ولادي، نبدا بيما وبابا. بمن يبدا؟ بيماه وباباه. اسمعوا مليح يا اخوان، بيماه وباباه. احنا اليوم الناس تلقاه يسكن مع يماه وباباه، بالك يماه وباباه في الطابق الاول ولا في الطابق الارضي ولا كذا، يدخل سمانه هو داخل خارج، ما شاف باباه ما شاف امه. صدقوني غير كاين هذا النوع، انا عابش انا نهضر سمانه ما شافش باباه وما شافش يماه. وكان يا اخواني يدخل ما يسقسي باباه واش يحتاج، يماه واش تحتاج ولا كذا، يدخل يدخل لدارو يدي اللحم والفواكه والخضر، وتعرفوا احنا يا السقايط والقايط هذا والياغورت والفرامج والشكاك، راك تعرفوا احنا زينين نعرفوا بعضنا. والديه ما يتفكرون بحتى حاجه يا سبحان الله، حتى حاجه، وداخل ويتسلسل يا اخوان ويروح لداره. فهذا السيد هذا اسمعوا انه كان راعي غنم، ماشي قال انسان مرفه، حاجه بسيطه. واش كان يدير؟ كي يحلب يبدا بيماه وباباه يقول لهم تفضلوا شربوا انتم الاولين قبل ولاده صبيه، المفروض يخندوا بهم الصغار مساكن. حب يدير حاجه ويستمر عليها ويثبت عليها ويلقى عليها مولاه سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قلت. يعني تتصوروا يا إخوان ذوك باباك ولا يماه، زعما لو كان تعطي لهم حاجة ولا ملي جبت، زعما واش زعما واش واش نستيكم سؤال، زعما راح ينباتوا جيعانين؟ راح ينقص شيء؟ والله ما ينقص والو. وزيد الوالدين كي يكبروا واش يشبعهم؟ الشيء القليل، حاجة اليسيرة يا إخوان. يا سيدي ما قلت لكش يا سيدي دير لهم حاجه، ادخل سلم على راس باباك ويماك واستر بهما وروح لبيتك، ادي دعوه الخير، ادي دعوه الخير من عند والديك، سلم على يد يماك، سلم على يد باباك، حضن على يماك، حضن على باباك وروح لبيتك. كاين اخوان اعرفهم يا اخواني ما يسكنوش مع ماريهم، يوميا يجوز على دار بابا ويماه باش يروح لدارو، يوميا يوميا ابدا. يقول لي ما نقدرش يا شيخ ما نشوفش يما وبابا قبل ما نروح لداري ابدا، لازم. وكاين ما يقدرش واش يقول لي؟ يقول لي نكلمهم ونسمع الصوت تاعهم ونستسعي لهم على الاقل بالتليفون يا اخوان، هذه على الاقل. فهذا السيد يا اخواني كان يبدا بابا ويما ودائما، وكان يحافظ على هذا العمل الصالح. في يوم من الايام ربي ابتلاه، اسمه العشب اللي كانوا يرعوا فيه الغنم في المنطقه خلاص، إذا واش معناتها لازم يحوس على عقول وحده أخرى. فقال فناء بي اسمه يعني اسمه العشب أو الكلى، معناتها داني لبعيد، حوست عليه لقيته بعيد،
إذا ما دام بعد وش معناه؟ معناته مش راح يجي بكري. وكما كان الحال ما جاش بكري هو. كما احنا نقولوا جمر العيشة. كي جمر العيشة؟ أخي تعرفوا الإنسان الكبير ينعس تلقاه يما هو باباه راكدين. إذا وش يدير؟ هو وحلب وجايب يا إخواني طاس في يده ويشوف والديه راكدين. وهو راهو حاب يستمر على هذا العمل يبقى عليه حتى يلقى الله. إذا ما قاش باليوم راكدين ما يشوفوش هاي نبدا بزوجتي ولادي، لا، ابقى واقف قدام يما هو باباه ويستنى أي لحظة ينوضوا يا إخوان. وولاده يا إخوان يجبدوا فيه من قميص تاعه ومستروال تاعه ويقالوا قال هكذا، قالوا الصبية يتضاغون حوله، يتضاغون حتى يبكون وهو ساكت ماهوش حاب ينوض والديه حتى، وكان قادر ينوضهم ما فيها والو. قال خلي لازم أنايا نستناهم ينوضوا هما ونبدا بهم كيما كنت. قال حتى ظهر الفجر، صدقوا ولا ما تصدقوش ربي ابتلاه رقدوا وشغل اصحاب الكهف ما ناضوش سبحان الله، ما الصبيه كانوا يبكيوا وما ناضوش، علاه ربي سبحانه اختبره. فانجح في الاختبار ولا لا؟ والله قال انجح. قال حتى انفجر الفجر. قال فاستيقظ وشرب غبوقه، يعني نصيبهم من الحليب، ثم سقيت الصبيه واهلي. يعني بربكم يا اخواني، هذا الانسان دار هذا الامر لمن؟ داروا باش الناس يسمعوا به، ولا داروا باش يدي شهرة، ولا باش الناس يا إخواني يشكروه؟ والله نحسبه كذلك أنه ابتغى بهذا العمل وجه الله. ولهذا واش قال؟ قال اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك اللهم فرج عنا ما نحن فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانزاحت الصخرة شيئا ولكن لا يستطيعون الخروج. هذه الاستجابة يا إخوان، حجر الدنات ما يقدرش يخرج. إذا الأول يا إخوان باش واسمه نتوسل إلى الله في هذه المصيبة وفي هذا الضيق والشدة ببره لوالديه. بر والديه يا إخواني هو سر التوفيق، سر النجاح، وسر التيسير، وسر الحفظ. فكم من إنسان يا إخوان بار بوالديه ربي سبحانه موفقه، ربي حافظه، ميسر له أموره. احنا كنا بكري يقول لك ادعوي الوالدين معناتها في الخير وفي الشر، وفلان كي يكون يأذي يقول لك فلان ما درناش ليه علاه مدعي، واش معناتها مدعي؟ ادعوا عليه والديه بالشر، نسأل الله العافيه والسلام. اذا يا اخواني الانسان الموفق من سر التوفيق اللي اعطاه له رب العالمين انه بار بوالديه. اذا يا اخوان كونوا بارا بوالديكم، وهو من صنائع المعروف التي تقيكم مصارع السوء، ومن اكبر المصارع تاع السوء التي يقيكم الله تعالى منها ببر الوالدين سوء الخاتمه. يقول بعض السلف البار بوالديه لا يموت ميتة السوء. اللي بار بوالديه بيموت على خاتمة سيئة أبدا. اسمعوها، البار بوالديه لا يموت ميتة السوء، يموت موتة الطيبين، يموت على خاتمة حسنة يا إخوان، يثبتوا رب العالمين على الحق. علاه؟ لأنه راضين عليه والديه، ورضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ما تستهزاوش بوالديكم، واللي راهو عنده والديه موته ماشي يقول خلاص انتهى الامر، لا، البر بعد الوفاه يتاكد يا اخوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، ماذا قال؟ او ولد صالح يدعو له. ادعوا لوالديكم اذا كان قد مات، واذا كان واحد فيهم حي واحد مات ادعوا للحي وادعوا للميت، ما تخليوش والديكم ابدا. ثم زاد ناض الثاني هو رساله للشباب. هذا الثاني ينوض عنده عمل عجيب وغريب، هو رساله للشباب بتاعنا، الشباب المفتون اليوم بالفواحش، المفتون بالنساء، المفتون بالصور الخليعه والافلام الوضيعه. اسمعوا يا اخوان، قال اللهم انه كانت لي بنت عمه وكنت احبها حبا شديدا. هذا مش عيب، خلونا يا اخوان ندخلوا في العائلات، مش عيب الراجل يحب بنت عمه ولا المشكل، ولا هي تحب وليد عمها ولا المشكل، بصح تحبه باش تزوج به ويحبها باش يتزوج بها، ما فيش حرج.
لانها هي بتعم ولا يغريب عليها يشوفها وتشوف. هذا ما فيش عيب. بعض الناس يقول لك لو كان مثلا واسمه شاب يقول ليمه نعاده لنا نروحوا لاماتنا. قال يمه والله غنحب انت عمي انا واش رايك؟ تقول اسمع انت ما تحشمش على عرضك ولا كيفاه؟ ولا واش قال؟ قال لك بلي نحبها معناتها حابين نتزوج بها ولا مشكله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمتحابين الا الزواج. اذا اكتشفنا بلي واحد يحب وحده حلهم الزواج. علاه؟ لاخاطش كون ما نزوجوهمش يتلاقاو في الحرام. هذا هو الحل يا اخوان. فقال وكنت احبها حبا شديدا. قال وكنت وكان ضعيف ايمان. قال وكنت اراودها عن نفسها، يعني يطلب منها الفاحشه. وكانت شريفه وكانت تمتنعه. قال وفي يوم من الايام المت بها سنه، يعني حاجه شديده، يعني احتاجت للمال حاجه ضروريه. هو واش قال في نفسه؟ هذه هي الفرصه تاعي، انا كنت اراودها وتمتنع، اليوم راي في يدي، اليوم ساحقق ما اريد. واش قالت له؟ قالت له يا فلان على بالك راني محتاجه لو كان تعاون. قالها معليش نعاونك. وشحال تطلب؟ قالت له 120 دينار، يعني مبلغ 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 الدينار بكري ماشي كيما تاعنا ذهبي، يعني 120 قطعه ذهبيه يا اخوان. فقال نعطيهم لك بصح بشرط ان تمكنني من نفسك، يعني الفاحشه. فمسكينه شغل بعد هي شغل رفضت مع اللو وترددت. ولكن في بعض الاحيان الشريفه، اسمعوا هذا الكلام يا اخوان، الشريفه قد تضطر الى ارتكاب محرم ليس رغبه فيه ولكن لضروره قاهره. لضروره قاهره. ومن بعد يجي نجو حنايا فلانه فاسقه، انا شتها ركبت مع واحد، انا شتها تهضر معاه وانت على بالك الوضعيه تاعها مسكينه، بالك انت سببها يا اخي، انتما جيرانها سبحان الله، بالك هي محتاجه وانتم راكم مقصرين. ما قال سيدك محمد صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله والصائم النهار القائم الليل. هيا استكم سؤال، شكون يقدر يجمع ما بين هذه العبادات له في النهار يعني مجاهد ويصوم النهار ويقوم الليل؟ شكون ما كان. ولكن كاين بواحد العمل بديل، انك تقوم على اليتامى وتقوم على الارامل. وللاسف احنا اليوم يا اخوان ربما امراه مسكينه شريفه ما كانتش تفكر في يوم من الايام ان انسان يكشف عليها، ولكن الضروره قهرتها يا اخوان، قهرتها ومرغتها في الارض. وربما مسكينه هي في قلبها كارهه لو تقول الموت ولا هذا الشيء، ولكن قد يكون امر اخر واحنا نجو نحكمه بعد، ولا لا واحنا سبب هذيك الوضعيه. فاذا وشنو اضطرت واستسلمت. ولكن سبحان الله يا اخواني، الانسان اللي يكون صادق مع الله ويكون قلبه كاره للمعصيه ويضيق به السبل رب العالمين يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب. يقول هو قل فلما قدرت عليها قالت وقد ارتجفت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، يعني تزوجني بالحلال صح ما تقربنيش الحرام. فهو كي شافها هكذاك وقالت له اتق الله خاف ربي سبحانه. قال اسمعوا مليح، قال فقمت من عندها وهي من احب الناس الي وتركها وراح. قال ولم استرد مالي حتى دراهم ما رجعوش. انا استيكم يا اخوان، هذا الانسان هذا اللي داروا الموقف تاعو هذا واش رايكم؟ يريد به وجه الله ولا يريد به الرياء والسمعه والشهره؟ نحسبه كذلك انه اراد به وجه الله. علاه؟ ما كاين حتى واحد كان يشوف فيه، كان في خلوه كان وحده. اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيبه. كان يستحضر رقابه الله برك. هذا ما كان. قال لك واحد الراجل راود امراه في الليل، قالها حبي شغل يفتنها لينا بك نسيت اطرب بزاف بالكلام المعسول.
قالها تعالي، فإنه لا يرانا إلا هذه إلا هذه الكواكب، كواكب يعني القمر وذا النجوم كلها كواكب. واش قالت له؟ وكانت تخاف الله. قالت له وأين مو كوكبها؟ قالها ما يشوف، ما راه يشوف فينا حتى غير هذه الكواكب. قالت له ولي كوكبها ما هوش يشوف فينا. فانخنس، خلاص واش ما عندها، راح نسلم مذلولا مدحورا. إذن هذا الرجل يا إخوان دار موقف بينه وبين مولاه. واش قال؟ اللهم إن كان، اللهم إن كنت فعلت ذلك الأمر ابتغاء وجهك، اللهم فرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة شيئا ولكن لا يستطيعون الخروج، زاد لنا شوية بصح ما زاد شوية. فالإنسان يا إخواني لازم يعرف حاجة يا شبابنا، بنات الناس راهم بناتكم، حتى والطفلة هي اللي تبدأ وهي اللي تغويك وهي اللي كذا، ديرها أختك، ترضاها لأختك، ترضاها لابنتك، ترضاها لأمك، ترضاها لعمتك، لخالتك. أذكروا قصة الشاب اللي جاء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إذن لي في الزينة. سؤال عجيب وغريب، ناضوا الصحابة حبوا يضربوه، قال لهم خلوه ايش بيكون يا سيدي، قالوا انا نهضر معه. قالوا اترضاه لامك؟ قالوا لا يا رسول الله، ولا الناس يرضونه لامهاتهم. قالوا ترضاه لي يعني لعمتك؟ قالوا لاختك، لابنتك، عمتك، خالتك، في كل مره. قالوا لا. قالوا اذا ذني الناس ما يرضاوش. بدا ضرب له على سطره يا اخوان ودعاه، قال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه. فهذا الإنسان ناض وليس شيء أبغض إليه من الزنا. إذن الحاجة اللي تخليك تتذكر إذا كانت يسرت لك أسباب المعصية، أولا رقابة الله، وثانيا ضع هذه في منزلة واحدة من أهلك. أترضاه أنت لواحدة من أهلك؟ قل لي لا. إذن الناس الثانية اللي عندها أهلها يقولون لا. إذا ولا واش حلال عليك في نساء الناس وحرام عليك في نسائك؟ لا لا ابدا. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ناض الثالث الان، اسمعوا يا اخوان، الثالث امره ثاني عجيب. قال اللهم انه كان لي مال، عنده دراهم، كان لي، اللهم انه كان لي اجير. اجير يعني واحد خدمه. اجير الان تتصورها في ماسو، تتصورها في برومبي، صورها في أي إنسان أجرته وخلاص، يخدم عندك في الشركة، يخدم عندك في المكتب، يخدم عندك في المحل، يخدم معاك في يعني مالك وخلاص. أجير استأجرته وتخلصه تعطيله شهرية. قال وإنه قد جاء وقت دفع الأجرة ولم يأتي، جاء باش يخلصوا، قالهم فلان، قالوا له على بالناش، وراهم على بالناش. واش دار يا اخوان؟ احنا نقولوا خبلوا دراهم يا اخي، صح؟ لا لا ما خبلوش دراهم، دار حاجه عجيبه. عباك شنو هي؟ استثمر له دراهم، استثمر له دراهمه، يعني دخلهم في راس ماله. ومن بعد واش ولا 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 هذيك الشهريه ولات مبلغا ضخما. في يوم من الايام يجي السيد، قالوا فلان، أنا قلت لكم حكاية، قالوا المعلم شويت عليا، قالوا شكون أنت؟ قالوا أنا الأجير نتاعك اللي خطرة كانت عندي شهرية عندك وما جيتش. قالوا جيت باش نستلمها. قالوا نعم نعطيها لك. واش راهو يستنى في الأجير؟ يستنى زعما مثلا احنا نقولوا يخلص 5 ملايين شهر، يستنى يجبد له برية يقولوا هاك 5 ملايين تاعك، والآخر يقولوا يرحم والدي. يا أخي صح؟ هاك واش قالوا؟ اسمعوا مليح يا إخواني، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هواء وإلى وحي يوحى. قالوا أترى إلى هذا هذا المال هذا؟ قال لك شاف دنيا، دنيا كما احنا نقولوا ربما كان إبل، بقر، غنم، ولا أراضي، ولا حقول، ولا بنايات، شيء ضخم. فاش قالوا؟ قالوا نعم أراه. قالوا كل ما تراه لك، استثمرت لك مالك. قالوا أتستهزئ بي؟ قالوا تتمسخر بي؟ قالوا والله إني لا أستهزئ بك، ولكن هذا مالك استثمرته لك.
قال شوف يقول النبي عليه السلام فساقه ولم يبقي منه شيئا، يعني هذا ابتلاء ثاني، ما قالوش اسمع انت ثانيا نعطيك اجر استثمار ولا لا لا ايه نعم دوك انا دوك الان هكذا نتفاهم تعطيني مبلغ من مال نستثمره لك يسموها مضاربه قراض، اذا معناتها انت تدي اجره ولا ندي اجره نتفاهموا عليها نسبه مئويه مثلا 50% 50% ونمشيو. الاخر حتى هذا الكلام ما قالوش اسمع كيف انا استثمرت لك على اعطيني اجره لانه ابتغى بذلك ماذا وجه الله واراد هذا الامر ان يكون بينه وبين ربي سبحانه ما يعلم به حد. ووقع الامر كذلك، السيد راح ودى دراهمه ودى الثروه تاعه وانصرف، اللي كانت يا اخوان عباره عن شيء يسير. واش قال؟ اللهم ان كنت فعلت هذا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانزاحت الصخره وخرجوا يمشون. فانزاحت الصخره معناتها خلاص ربي فرج عليهم وخرجوا واش يمشون يعني سالمين غانمين. هذه القصه انا ذكرتها لكم العبره تاعها وشنو هي؟ ان الانسان اللي عنده صنائع معروف بينه وبين مولاه سبحانه يدير في باله بلي هذاك هو اللي راح يلقاه في الدنيا وفي الاخره. والنبي صلى الله عليه وسلم كي قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، قال العلماء مصارع السوء ماشي غير مصيبات الدنيا، عذاب القبر من مصارع السوء، كذلك يا اخوان سكرات الموت من مصارع السوء، وايضا عرصات يوم القيامه يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق والناس في عرقهم وفي زحمة شديدة، هذا أيضا من مصارع السوء. وأكبر مصرع وأخطر مصرع من مصارع السوء هو جهنم، هو النار يا إخواني. والله يلي دير الخير ما يكون من أهل النار، هني نحلف والله يلي دير الخير ما يكون من أهل النار. علاه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقي مصارع السوء، أكبر مصرع للسوء هو النار يا إخواني، هو جهنم وبئس القرار. ولهذا يا إخواني اجتهدوا، باب الخير كيما تتخيلها تلقاها. الخير يا إخواني ماشي أنك فقط كيما قلنا مقبل صلاة زكاة صيام حج، هذه عبادات لازم تبقوا عليها لازم نصلوا. بالصح كاين ما يسمى بالإحسان إلى الناس، إدخال السرور على الناس. يا إخواني شحال عندكم راح وصلتوا المرضى في المستشفى؟ شأنكم راح وصلتوا مثلا كاش واحد مريض راهو في الدار مقعد؟ شأنكم ما زرتوش المقابر؟ شحال عندكم ما درتوش مثلا كاش اعمال خيريه يتفرحوا كاش ارمله ولا كاش يتيم ولا كاش واحد راهو يعني اصابته مصيبه؟ يا اخواني هذه صنائع المعروف. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اسمعوا هذه الكلمه، قال احب الناس الى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. يا إخواني على بالكم الفرحة اللي دخلتوا على واحد يقدر هو يدعي لك دعوة رب العالمين يستجب له فيفتح الله عليك أبواب الخير في الدين والدنيا والآخرة. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة؟ يا أخي قالها. كيفاش داووا مرضاكم بالصدقة؟ هاني تصدقت عنه صدقة كيفاش تداوي لي مريض تاعي؟ قال العلماء كي تحسن الواحد واش يعني يقول لك يا اخي دعي لك من بين احنا الاديان يعني عندنا يقول لك ربي يعطيك واش تتمنى، ربي يعطيك واش تتمنى يا اخي صح؟ انت في قلبك واش تقول له؟ راني نتمنى ربي يشفي لي مريضي مثلا، فربي سبحانه يشفي لك مريضك ببركه واش الصدقه اللي كانت سبب في دعاء هذا الانسان الذي اخرس لك في الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على المسلم، ماشي غير بالماديات. بعض الناس عبالوا تدخل سرور على الناس غير بالدراهم، لا، ابتسامه يا اخوان، ابتسامه. قال صلى الله عليه وسلم وابتسامك في وجه اخيك واش صدقه. هنا كاين بعض الناس يا اخوان سنيه عوره، سنيه عوره ما يقدرش يبين سنيه. اضحك يا سي محمد، ابتسم، واش بيك سنيك ماهوش عوره؟ ما تخافش، لا مخففه ولا مغضبه، اضحك. سيدك محمد صلى الله عليه وسلم كان يبتسم وكان ضحكه تبسما وكان يلقى الصحابه بالابتسامه يا سبحان الله. وذي رأي صدقه من الصدقات
يعني العظيمة. كاين علماء النفس الآن درسوا يا إخوان واسمه الإعجاز العلمي في الابتسامة. حكى لي النبي صلى الله عليه وسلم في الابتسامة فيها واحد الآثار طيبة يا إخوان. فإذا يا إخواني الصنائع المعروف ما نقدرش أن نحسبها لكثرتها فهي بعدد أنفاس البشر. ولكن أنتم واللي تقدروا تديروها من الخير اجتهدوا، ما تقولش باللي هذه حاجة بسيطة واش راح تدير. والله يا أخي تقدر تكون حسنة بسيطة تنساها هي اللي ربي سبحانه ينجيك بها. قال بعض السلف قال لا تحقرن من المعروف شيئا فإنك لا تدري الحسنة التي يثقل الله بها ميزانك ما هي. ماكش عارف بالك هذا القرعة مالي تستصغرها بالصدقة تكون هي السبب باش رب العالمين يثقل لك ميزانك يوم القيامة سبحان الله. أحبابي في الله كاين عالم من العلماء الكبار خليل بن أحمد فراهيدي إمام في اللغة العربية، كي مات شافوا واحد قالوا يا إمام ما صنع الله بك؟ قالوا اغفر لي. قالوا وبما؟ هو يستنى يقولوا بعلم العربية اللي كنا بحرفه وعلمته للناس وكتاب العين اللي ألفته. قالوا بصوت الفاتحة التي كنت أعلمها عجائز العجائز يا إخوان في اللغة العربية معناتها المسنين. يعني قال له أنا يلقيت غير الفاتحة والله صلاته زكاته صيامه حجه أعماله كذا. قال له هذه كاين يثقل لي ربي بها الميزان معناتها أعماله هذه كاينة ماشي ما كاينش صح الميزان باش تثقل. الفاتحة اللي كان يعلمها شكون؟ الناس الكبار. هو كان ماشي مديرها بحساب صح هي اللي ثقلت له ميزانه يا إخوان. فإذا ما تحقروش قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. هذه كاين صدقة إذا ما تقولش باللي غير اللي عنده في الجيب ماشي غير اللي عنده في الجيب. الصدقات متنوعة منها 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 الابتسامة. وأختم بالقصة اللي كنت قلت لخويا بلال قصة حقيقية والله إنها لا حقيقية. صانع المعروف تقي مصارع السوء يا إخوان. هذا إنسان لباس عليه ربي يبسط له في الرزق عنده البقر عنده مربي البقر يعني ماشي هواية لا هو يعني فلاح ومربي البقر. كاين بقرة يا إخوان خصصها لأرملة وأيتامها تروح ترعى مع البقر العشية مباشرة يبعثوها لهذيك الأرملة وأيتامها يحلبوها وبعد يجيبوها تبات مع البقر صحية بين لمن واحد ما يحلبها غير الأرملة لأيتامها. وكان وصى أولاده اسمعوا مني يا إخواني كان وصى أولاده قال لهم يا ولادي إذا مت وبقات البقرة هذه أنا باكم الشرط أن هذه صالح اسمه الأرملة والأيتام. هذه اسمها المانيحة مانيحة البقر يعني نعطيها لك تستعملها وتستفاد منها وكذا المدة نقول لك عام عامين نقول لك حتى تموت. مانيحة البقر كي مانيحة العنز وكذا. فهو يا إخواني يقول لكم فلاح واش نسكن في البادية وين كاين الصحراء والرمل. خطرة خرج يصيد معاه الصندرة تاعه وخرج يصيد. وكانت يا إخوان طاحت الشتاء يا إخواني وتعرفوا في الصحراء كاين واحد الحوايج ما نعرفهمش حنا خبايا الصحراء. كي تصب الشتاء يا إخوان يصراو سيول واش يديروا يا إخوان يديروا أخاديد في الأرض. أنت كي تمشي تقول لا يكونش راهو مسطح هو كاين أخاديد واش معناتها شو الغيران تدخل. فهو لقى واحد الغارة قال أنا ندخل من باب إخوان الفضول حب يشوف يعني. فأكيد خلي إخواني ربي يقدر أنه تاه ما عرفش يولي علاش لأن الخرجة ما جاهش. إذا واش قال؟ قال فبقيت ماكثا في يعني مكاني أنتظر كاش ما رب العالمين يفرج عليه. يا إخواني شحال ريح في الغارة؟ 7 أيام تسمعوا مليح 7 أيام. اليوم الأول صابر محتسب ما كاين لا ماكلة لا شراب كاين والو. اليوم الثاني كذلك قال فكنت أنا واش ندير؟ قال كنت تيمم ونصلي وما على باليش واش من وقت إذا صح راني في الوقت ولا لا. قال صليت الأوقات الخمسة تاعي راجل مؤمن. اليوم الثالث كان مثله
لا ماكلة لا شراب. والله يا اخوان عشان يقول لكم غير حق. اليوم الرابع قال بديت نفشل حسب اللي راني رايح للموت. قال صليت اظن الصبح، قال الصبح. قال فلما سلمت وجدت الاناء تاعي، اسمعوا مليح يا اخواني، اللي نبعثوه مع البقره تاع الايتام، لقيته قدامي مملوءا بحليب البقره تاعي. قال قلت راني نشوف ولا باش نشوف مليح. قال قلت وقيل الموت سكرات الموت يدي لي هاي. قال فمددت يدي فاذا بي المسه، لمسه مسه. قال فشربت أربعة أيام، كل ما صلي الصبح يصرى هذا الأمر. قد يقول قائمكم وثلاث أيام هذوك علاش ما جاتش؟ هاي ديك القصة. كي نهار اليوم السابع رب العالمين فرج عليه وعفو الرب. خرج يا إخوان، أول سؤال قالوا البقرة، قالوا الله يا بابنا ثلاث أيام مهولين عليك، نسينا باش ندوها ندوها لوسم للأرملة والأيتام، نسينا ثلاث أيام. قالوا لهم إذا هذيك الثلاث أيام هذيك راكم ضريتوني. قالوا قريب راكم قريب أهلكتوني. قريب مت بسببكم. قالوا لي يا أبي كيفاش مت بسببنا؟ حكى لهم القصة. والقصة يا إخوان يحكيها والله الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن باز يثق فيه. والشيخ ابن باز معروف ما يحكيش حكاية إلا إذا كانت حقيقية. هذه كرامة من الكرامات. هذه كرامة من الكرامات. رب العالمين شوفوا إخوان هذا عنده صنائع معروف، ربي وقاه مصارع السوء. وكان قصص أخرى والله أحفظ منها الكثير، ولكنني طولت عليكم وأكتفي بهذا. ونخرج بهذه الفائدة، كل واحد فينا الآن يسعى يدير حاجة بينه وبين ربي تاع خير ما يعلم بها حتى واحد، يخليها غير في نفسه يلقى بها مولاه سبحانه وتعالى يوم القيامة، لعلها هي اللي تقل الميزان تاعه يوم القيامة. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. أسأل الله لي ولكم لجميع المسلمين أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت على الإيمان قلوبنا، ويجعلنا من عباده المخلصين. وبارك الله فيكم على صبركم وعلى إنصاتكم. أسأل الله عز وجل أن يأجركم على كل لحظة استمعتم فيها إلي. أسأل الله أن يجمعني بكم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.